اولا كنبغي نشكر اللاعبين على واحد المجهود اللي قدموا. ما تنساوش هذه الاسبوع الثالث كما قلت لكم انا ماشي سحار، لان كره القدم هذه كتبغي مسائل بدنيه تكتيكيه تقنيه. الدراري اليوم الحمد لله طبقوا لي واحد 40%، انا كنت طالب منهم 50% لان ما يمكنش الافكار يوصلوا دغيا. كعارف بغيتي الافكار خصك تاخذ واحد المده، وخصك يعني المستوى ديال اللاعبين يكونوا محترفين باش يطبقوا لك الافكار. دابا الحمد لله الدراري دار واحد المجهود كبير، مجهود بدني، كنا ننتصروا اكثر بواحد، يعني ضيعنا فرص، باقي ما عندناش الفعاليه، كانت تحرمنا من ضربه جزاء يعني واضحه. ما فهمتش انا علاش ما تعطاش، وكون تمرك علينا التعادل كان الهدف الثاني غادي يهنينا، ولكن الحمد لله انا راضي على الاداء. كنبغي نشكر الجمهور، يعني حقا اجواء ما مشتاش في بريمير ديفيزيون يعني قليله، يلاه واحد جوج ملاعب اللي كيكون فيها ولا ثلاثه الاجواء، يعني جمهور ديال الفرقه خصها تكون تلعب كوب دافريك، ملعب عالمي، مدينه عالميه. نتمنى ان شاء الله هذا الفريق يرجع للمكانه الطبيعيه ديالو، لان حيب انا بعد انا تنحشم تنشوف هذا الجمهور وهذه الاجواء. انا والله الا تيبقى فيا الحال بالله انا ندير كل جهدي ان شاء الله، ناخذ شويه الوقت باش ندير ديك الفرقه اللي بغيت ان شاء الله. من هنا واحد حنا باقيين في مرحله ديال الاستعداد، واحد من هنا ثلاث دورات اربع دورات غادي نطبقوا كل شيء، وغيكون حتى الفريق واجد بدنيا ان شاء الله، وغنوليو ننتصروا بسهوله باذن الله. حقيقه هذا التجربه ديالي كلاعب، انا تنبغي اللعابه حارين، انا اصلا حار، يعني انا ما سكتش، يعني ضروري خص اللاعب يكون حار. دائما كنحفزهم بديك التجربه اللي ديال 30 عام ديال مدرب ولاعب، دائما كنوصل اللاعبين وكنشكرهم لانهم يعني استجبوا رغم نقص اللياقه البدنيه. كنت بغيت نهني فريق كوكو مراكشي على الفوز ديالو، تنظن بان المقابله كانت صعبه بحكم ان تنوجو فريق كبير وفريق اللي ما يستحقش يكون في هذه المرتبه هذه، وبالجمهور ديال العارض اللي شجعوا ثلاث المقابله. كما لاحظتوا المشكل اللي كان عندنا هو المشكل ديال اللاعبين، يعني عدم يعني المشكل كان عندنا هو جينا ب 15 لاعبين، يعني ثلاثه ديال رومبلاسو اللي عندنا، يعني مساله صعيبه باش تواجه فريق بحجم الكوكب في الملعب ديالو ب 14 لاعب. وهادشي ماشي مبرر للهزيمه، ولكن تتبقى الفريق كان الحمد لله الفريق ديالنا قام بواحد المقابله كبيره، النتيجه بواحد 0 ما تعنيش باننا ما كناش مقابله، وصلنا للبوطو ديال الخصم في عديد المناسبات، ما استطعناش نترجمهم بحكم ان عندنا اللاعبين اللي مازال شباب مازال صغار. وبصراحه المقابله فريق الكوكو تحكم فيها يعني بواحد 60%، ولكن حنا كنا تنعتمدوا على لي كونتر بحكم ان ما عندناش فريق متكامل، رغم ان الغيابات كثيره ديال اللاعب اللي كنا غنتتبعهم، ولكن تيبقى النتيجه ربما تنتحمسوا ليها نعبر به. وتنتمنى ان شاء الله بالمقابله عندنا خارج الميدان، نتمنى ان شاء الله باش داركم الموقف في المقابلات الماجيه باش نحققوا نتائج ايجابيه لترضي الفريق ديالنا ولا الجمهور ديالنا اللي تيتسنانا نجيبوا نتائج ايجابيه ان شاء الله هذا الموسم. هذا تنظن الموسم صعيب بصراحه بحكم الظروف اللي تتواجد فيها الفريق، ولكن تيبقى هزيمه قدام الكوكب مراكش في الميدان ديالو، فهي نتيجه جسمانيه، هي نتيجه عاديه.